من الفيتشرز الحلوة، خاصة اللي بيحب ياخذ إجازة ويرتاح من وجع الدماغ والناس يتصلوا في، يعني يبغى يكون عنده شيء من الراحة والانفرادية. فأصبح عندنا الدورمنت أو البلوكينج مود. خلينا نطلع السيتنج من خلال الجسر اللي تعلمناها، ندخل عليها نشوف. هنا بالسيتنجز عندنا حاجة اسمها بلوكينج مود، هاد شايفينها تحت الهوم سكرين مود بلوكينج مود، وعنا معمل له اكتيفيشن او دي اكتيفيشن. بس خلينا نخش لجوه نشوف ايش هي تحديدا. معنى الكلام هذا اللي هنا بالانجليزي انه لما نفعلها كل النوتيفيكيشن وكل الانكمين كولز وكل الالارم والتايمر وحتى ال LED indicator اللي هو الضوء اللي بيظهر على الهاردوير اللي بيجي ازرق او اخضر على حسب النوتيفيكيشن، لما تكون عم تشحن الجوال يعطيك انك عم تشحنه، لما يكون في عندك ميس كول يروح يطفي لتعرف انه فاتك شيء، فينا نعمله كله disabling، يعني نوقفه عن العمل. فينا نختار من الى، خلينا نسوي له تفعيل، وممكن نختار انه ما نبغى احد يتصل فيني ابدا الا اختار هنا انا allowed contacts. Allowed contacts، فأنا بفتح مثلا الفيفوريتس، بفضل كل الناس اللي حاطهم الفيفوريتس عندي هذول ممكن يتصلوا فيني، وباقي الناس لما يدق يعطيه مشغول. فأصبحت هذه فيتشر موجودة على نفس السيتنجز وعلى نفس الديفايس، مفيدة اللي يبغى يروح ياخذ إجازة وما يبغى كل الناس تتصل فيه، أو يبغى يستثني كل الناس، مثلا يبغى بس الوالدة الله يحفظها أو الوالد يتصل فيه، فبيعمل بلوكينج بيسكلي لكل الناس باستثناء الوالد أو الوالدة أو الأشخاص اللي هو يختارهم، وبنفس الوقت بيعطيهم مشغول، فبالتالي ما يظنوا انه مثلا صار له شيء لهذا الانسان. ففيتشرز مريحة ومفيدة.